انت انا حبيبتك ابو كاتريكسا مصت لك بالسيارة ايه؟ هاي الله في كل شعك. بعد اتهامات الخيانة لزوجة دكتور فود واتهامها له بأنه عم بيقيم علاقات جنسية مع مشاهير سوشيال ميديا وتيك توكرز خارج الزواج، طلعت شروق اليوم واعتذرت عن كل شيء قالته. كل اثنين بيصير بينهم مشاكل، بعتذر من جمهوري، بعتذر من زوجي على الفيديوهات اللي نزلت قبل كم يوم. أنا كنت متضايقة كتير، تمام؟ وما كان لازم هيدا الشيء ينزل على السوشيال ميديا. أنا وزوجي بلشنا هالإمبراطورية مع بعض من الصفر، بنينا هالبرودكتس وكل شيء مع بعض من الصفر. واعتذرت كمان إنها قالت عن منتجات دكتور فود معفنين. قولهم هيدا دكتور فود اللي ببيعكم برودكتس معفنين. عمرنا ما أذينا بني آدم، وعمره ما نزل منتج لإلنا سيء، وعمرنا ما أخذنا من حدا ولا أي شيء. نحن بلشنا من الصفر ووصلنا لهون. لما أنا حكيت في لحظة عصبية وانهيار على البرودكتس تبعنا، بس أنا عدت الكلام اللي كانت تحكي مذيعة من المذيعات في برنامجها بس عشان أضايق جوزي، لأني أنا كنت متضايقة. هيدا دكتور فود اللي ببيعكم برودكتس معفنين. اعذروني جميعا، وأنا ما وجهت أي إساءة لأي شخص كان موجود على السوشيال ميديا، والأسماء اللي انذكرت هم أشخاص مش على السوشيال ميديا. انت أنا حبيبتك أبو كاتريكسا مصت لك بالسيارة ايه؟ هاي الله في كل شعر. بحبكم كتير، تحياتي لكم، ويلا life goes on.